الحق يا مارشال، النمر ده شكله كده محتاج مساعدتنا. تمام يا رايدر، تعال ناخد العربية جانجل. يا حبيبي انا لازم اشيل جذع الشجرة الاول. يلا يا مارشال ابتدي عملية الانقاذ. يلا يا وحش، لازم دلوقتي بقى تدخل جوه الصندوق ده علشان نعرف ننقلك، وبكده نقدر نعالجك من الاصابات. تمام يا مارشال، المهمة انتهت، يلا بينا. النهاردة هنشوف سوا مجموعة اللعب من باو باترول، العربية جانجل، وكمان مملكة القرود. بس احنا هنشوف الاول سوا لعبة العربية جانجل. اللعبة فيها مميزات كتير وشخصيات كتير، بس الاول خلينا نطلع كل حاجة من العلبة. في عندنا هنا حاجات في العلبة من فوق، عندنا النمر وبغبغان، وكمان معانا شخصية رايدر، وكمان في جركن بنزين علشان نملى العربية بنزين، وعندنا هنا بقى دراع ونش فيه صندوق صغير، وكمان العربية نفسها موجودة. ولعبة مملكة القرود برضو فيها مميزات كتير قوي، وكل حاجة هنشوفها سوا، زي مثلا في نور وصوت هنا قدام، يعني لما بنضغط على الزرار ده عينين القرد بتنور والقرد يبتدي يطلع صوت. وهنا بقى عندنا اول حاجة مستنيانا نشوفها، عندنا شخصية تراكر والعربية بتاعته، وبقية الحاجات جوه في العلبة. هنا هنطلع كل حاجة من العلبة. هنا مثلا في قرد صغير وليه ديل طويل، هنعرف بعدين القرد ده بيعمل ايه. تعالوا بقى دلوقتي نركب قطع اللعبة مع بعضها. هنركب السلم الكبير هنا في المقدمة، وكمان هنركب راس القرد الكبيرة اللي شفناها مع بعض من شوية، وكمان هنركب هنا طبق الدش وكشاف النور، وكمان عندنا القطعة دي اللي هنركبها هنا دلوقتي. ودلوقتي بقى هنشوف ليه القرد اللي في اللعبة عنده ديل طويل. ببساطة علشان يتزحلق كده. لسه عندنا العربية جانجل واقفة على جنب، لسه لازم نركب دراع الونش بتاعها اللي فيه صندوق. تعالوا بقى نشوف اكسسوارات ومميزات اللعبة دي. عندنا هنا الشخصيات رايدر والبغبغان والنمر. البغبغان ممكن يقف كده على سطح العربية، وكمان رايدر ممكن يركب في مكانه بسهولة، والعربية جانجل فيها نور وكمان بتطلع أصوات. ودلوقتي هنخلي رايدر يضغط على الزرار البرتقاني ده علشان يشغل صوت العربية وكمان يشغل كشافات النور، وبكده يكون الصوت بتاع العربية اشتغل وكمان كشافات النور. العربية دي فيها أصوات وأنوار بتشتغل بطرق مختلفة. ورا هنا عندنا دراع الونش اللي متعلق فيه صندوق، ممكن يلف شمال ويمين وممكن يطلع لفوق أو ينزل لتحت. الصندوق ده عبارة عن صندوق مناسب جدا لنقل النمر من مكان للتاني. احنا دلوقتي نزلنا الصندوق لتحت على الأرض، وممكن نخلعه من دراع الونش بالطريقة دي. ودلوقتي هنخلي رايدر يفتح باب الصندوق، وبكده النمر يقدر يخش جوه الصندوق. ودلوقتي النمر دخل جوه الصندوق بسهولة تامة،
وبمجرد ما النمر دخل الصندوق رايدر هيروح قافل باب الصندوق مرة تانية. الباب بتاع الصندوق بيعمل تكة صغيرة لما بيتقفل. ودلوقتي بقى ممكن نركب الصندوق في دراع الونش مرة تانية. هننزل الحبل كده لغاية لما يوصل للصندوق، وساعتها بقى نقدر نركب الصندوق مرة تانية في الونش. ودلوقتي بقى هنرفع الصندوق، واحنا بقى نقدر نختار، يا نخلي الصندوق متعلق كده في الونش، يا اما نشيله في العربية. لو هنشيله في العربية هنشيل الغطا ده، وهنلاقي مساحة مناسبة نحط فيها الصندوق اللي جواه النمر. هننزل الصندوق كده بالونش على ظهر العربية، وبكده النمر هيكون في أمان في الصندوق. بس طبعا زي ما انتم شايفين لسه في مساحة كبيرة جوه العربية. المساحة دي هنركب فيها مارشال وتشيس وزوما كمان، وكمان في مساحة في كابينة السواقة ممكن نقعد فيها زوما. رايدر دلوقتي بقى هياخد جركن البنزين ويملى بيه تانك العربية قبل ما يبتدي يتحرك بيها. سهل جدا ان رايدر يمسك الجركن، ودلوقتي هيروح للعربية ويملى تانك البنزين بتاعها. وبعد ما رايدر يملى العربية بنزين يقدر بقى يروح مكانه ورا الدركسيون علشان يسوق العربية. وطبعا ممكن تشغيل الأصوات بتاعت العربية مرة تانية، مجرد الضغط على الزرار ده هيشغل الأصوات، وكمان أنوار العربية بتنور لما بنضغط على الزرار ده كل مرة بطريقة مختلفة. وبعد بقى ما العربية جنجل مشيت نقدر نبص تاني بقى على لعبة مملكة القرود، أصل هي كمان فيها مميزات كتير. يعني مثلا في زرار هنا لو حركناه شمال أو يمين هنلاقي إن راس القرد اللي على الشمال واليمين بتلف وبيطلع حاجات تانية. وعندنا هنا باب عليه علامة ألعاب الباو باترول، وموجود طبعا شخصية تراكر والعربية اللي شفناها من شوية. العربية شكلها عامل شوية زي العربيات الجيب اللي بيستخدموها في غابات أفريقيا، وشخصية تراكر بتركب العربية دي بمنتهى السهولة. هنقعده في مكانه في العربية هنا عشان هو اللي هيسوقها. ودلوقتي بقى هنشوف أول ميزة في العربية. العربية تقدر تطلع السلم وتعدي للناحية التانية من البوابة دي، وبكده تراكر يقدر يوصل لمركز قيادة العمليات. أصل لعبة مملكة القرود فيها مركز قيادة للعمليات صغير كده، يعني على الشمال هنا هنلاقي كاميرا المراقبة مصورة لنا قرد من وشه، وفي بيانات كتير في الشاشات تحت، والشاشة التانية عليها صورة العربية جنجل اللي كنا لسه شايفينها من شوية. ولو مثلا حطينا رايدر هنا وضغطنا على الزرار ده رايدر هيتغير مكانه من جوه مركز القيادة لبرا مملكة القرود. وكمان في هنا أسانسير رايدر ممكن يركبه ويطلع بيه للدور اللي فوق. وهنا بقى عندنا راس القرد الكبيرة، لو مثلا رايدر داس على الموزة دي عينين القرد هتنور ونبتدي نسمع أصوات اللعبة. اللعبة فيها أصوات كتير والنور بينور بكذا طريقة. وقدام راس القرد الكبيرة في بوابة سرية خفية، رايدر مثلا لو واقف قدام الراس الكبيرة وضغطنا على الزرار الأخضر البوابة دي هتتفتح، ورايدر أو أي شخصية واقفة هيقع وينزل للدور اللي تحت. وممكن بعد كده نقفل الباب السري ده بسهولة. تعالوا بقى نجرب الموضوع مرة كمان. هنضغط على الزرار الأخضر، رايدر بقى المرة دي اتحشر ما وقعش،
طيب تعالوا نجرب مرة تانية، هنضغط على الزرار الأخضر. رايدر هيروح واقع للدور اللي تحت. تعالوا بقى نطلع فوق تاني علشان نجرب زحليقة القرد مرة تانية. الأول جربنا قرد على الزحليقة دي، دلوقتي هنجرب كلب ونشوف. بيتزحلق بسهولة. وفي بقى فوق هنا خالص طبق دش، وده بقى بيجيب قنوات مختلفة أكيد. لا، وكمان بيستقبل معلومات لمركز القيادة من القمر الصناعي. وهنا بقى في كشاف أصفر كبير. تعالوا نقلب اللعبة كده علشان نشوف ظهر راس القرد الكبيرة ومركز قيادة العمليات، ومرسوم هنا كمان رمز لعبة الباو باترول. ودي كانت كل حاجة عن العربية جنجل ولعبة مملكة القرود. أتمنى إن الفيديو يكون عجبك. هتلاقي هنا فيديوهات تانية كتيرة لو حابب تشوف تاني. ما تنساش تعمل لنا لايك للفيديو ده، واشترك في قناتنا علشان يوصلك أي فيديو جديد.